ما بين هذه الأسرة البيضاء تواجد صاحب الإرادة والإصرار وليد الرحيلي، الذي أمضى عقدين من عمره في مستشفى التأهيل ليكون أنموذجا يفتخر به، فجعل من شلله الرباعي دافعا لخدمة دينه ومجتمعه بتصميمه ثلاث مواقع تتحدث عن فضائل الإسلام باللغة العربية والإنجليزية، وابتكاره لماوس خاص به لمزاولة اهتماماته وهواياته. أنا وريت صار علي الحادث، قدر الله ما صار علي الحادث من قبل 1420، يعني لي 18 سنة وصل الرباعي كامل. الفكرة إني كنت أبغى أدعم هذا الدين، وكانت الفكرة كانت مطويات أوزعها، كنت بعدين مخليني أجمع الفضائل كلها في موقع واحد، يعني يحتوي الأكثر، هو موقع الفضائل في الإسلام يحتوي على أكثر من 500 عمل وأكثر من 1500 فضيلة. أبغى الناس تتفاعل في يوصلون الترند إن شاء الله، عشان أبغى الناس تدعم بزيارة تمني معنويا مادية وكل شيء. بخصوص الهاشتاج اللي هو سندعم وليد، حقيقة جاءت الفكرة بعد ما شفنا المواقع اللي عملها وليد اللي تتكلم عن الفضائل في الإسلام. حقيقة وليد يستحق الدعم. من أجل هذا جاءت في بالي فكرة، لماذا لا يكون هناك هاشتاج؟ وأنا أعرف أهالي المدينة المنورة ومدى ما يتميزون به أهالي المدينة المنورة وأهالي هذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية. تفاعل المجتمع والمشاركة بهاشتاج سندعم وليد لم يجعل وليد الرحيلي يتوقف عند هذا فقط، بل أخذ يطرق الوسائل لإيصال رسالته لأكبر شريحة من المجتمع عبر تصميمه لتطبيقات الجوال، حيث أن وليد لا يزال يترقب بشغف لقاء شخصيات اعتبارية ومشاهير في الوسط الاجتماعي والفني والرياضي. بالنسبة للفار العيدية، لا ما أقدر أستطيع أتحكم فيها. جاتني فكرة لي ما يكون عندي فارة كذا أستطيع عشان أتحكم فيها. أتمنى زيارة سمو الأمير فيصل بن سلمان والشيخ المغامشي والفنان فايز المالكي. أتمنى زيارة اللاعب حمد نور، لأن كنت لاعب الكرة سابقا قبل الإعاقة. ها هو وليد يضرب أروع الأمثلة في عدم الاستسلام للإعاقة بإصراره على تحقيق الهدف بشتى الطرق والسبل. سعود الحربي، الإخبارية، المدينة المنورة.